بهاي المناسبة السعيدة الدينية الوطنية. بتمنى لأبناء شعبي اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض واللي في البلاد واللي خارج البلاد واللي في المهرجان القصري، بحييهم وبعيد عليهم وبقول لهم إن شاء الله هذا الشهر يجينا منه الخير واليمن والبركة. أجواء بتجنن يعني مع رمضان، وطبعا خصوصا الفانوسة عاملينه هون بلدية رام الله، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية والعربية. أجواء كتير حلوة، يعني بتعطي هيك روح ومشاعر لأجواء رمضان وقدسيته، فكتير حلو ومبسوطين كتير فيه. إن شاء الله بيكون رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بنعاد على المسلمين كلهم بالصحة والسلامة، إن شاء الله يكون قدم خير على الأمة الإسلامية كلها، وربنا يتمم بهدات البال والسعادة إن شاء الله. مبسوطين جدا ومتفائلين جدا في هالرمضان الحمد لله.